معنا من القدس الناطق باسم اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف. أهلا بك معنا سيد كاظم. يعني نحن استمعنا جزء من ما تحدثت به الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني، ولكن أنت تعمل في الميدان، نريد أن نعرف منك حقيقة الوضع الإنساني، الحالات العاجلة كيف يتم التعامل معها، وضع المستشفيات أو حتى الآن ما هي المستشفيات التي تعمل، المساعدات كيف يمكن إيصالها إلى سكان الشمال وتفادي جزء بسيط من المجاعة التي يعانون منها؟ شكرا للاستضافة. الحقيقة الوضع غاية في التعقيد، ونحن وإياكم نطل إطلالة فقط على بعض جوانب هذه التعقيدات في المشهد الغزي. بالنسبة للمستشفيات مثلا، لا يوجد في قطاع غزة على ما أعلم مستشفى واحد حتى يعمل بشكل كامل، وإنما كلها تعمل بشكل مجتزأ، بل البعض منها أصبح يقدم خدمات العادة تتوفر في المراكز الصحية الموزعة في أنحاء قطاع غزة، وأقل من 40% من المراكز الصحية في قطاع غزة هي تعمل، وتعمل أيضا بشكل جزئي. المسألة ليست أن تعمل المستشفى أو المركز الصحي، المسألة أنه نحتاج إلى مواد تدخل لهذه المستشفيات، نحتاج إلى مواد طبية، مدعمات غذائية، نحتاج إلى استبدال الكادر الطبي المنهك منذ شهور طويلة. هناك آلاف مؤلفة من المرضى عدا عن الجرحى يحتاجون للخروج من قطاع غزة إلى الخارج حيث يتوفر العلاج المناسب، وهذه بحد ذاتها واحدة من التحديات. لدينا بالنسبة للأطفال، وهم من يدفع الثمن الأعلى والأغلى في الحرب، 17,000 غير مصحوبين، لا أب ولا أم. نتوقع أن هناك أرقام ستكون صادمة فيما لو تسنى إزالة الردم، حيث هناك جثامين من آوى واحتمى في بعض الأبنية التي قصفت من نساء ومن أطفال. الأرقام التراكمية لحالات المرض مثلا 800,000 أو أكثر حالة من حالات أمراض في الجهاز التنفسي تراكميا منذ بدأت الحرب. هناك أكثر من 400,000 حالة من الإسهال، تقريبا 10,000 حالة منها إسهال مع دم. هناك آلاف من حالات اليرقان، التهاب الكبد الوبائي. هناك عدد كبير من الأطفال ما بين قتيل وجريح، لو جمعت ثم قسمت على عدد أيام الحرب، إذن المعدل لليوم الواحد هو أيضا معدل صادم، ولم نتحدث ولم حتى نشمل رقم من سقط من النساء. فالمدنيون هم في الحقيقة من يدفع هذا الثمن الأعلى والأغلى، وعلى رأسهم الأطفال. طيب بالنسبة للأطفال الآن المتواجدين الذين يعانون من عاهات، ربما من بترت يده، من فقد عينه، وأيضا التطعيمات الأولية على الأقل، أنتم كمنظمة اليونيسف كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ القطاعات أو الأجزاء من قطاع غزة التي على الأقل يمكن تقديم هذه الرعاية لهؤلاء الأطفال؟ يعني بالنسبة مثلا للتطعيمات، نحاول مع شركائنا في العمل الإنساني أن نسهل دخول يعني مئات آلاف الجرعات، ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي. يعني التطعيمات هي واحدة من الاحتياجات، ولكن نحتاج أيضا مثلا إلى مدعمات غذائية، لأن المدعمات الغذائية هي من سيبعد المزيد والمزيد من الأطفال من السقوط في دائرة الفقر الغذائي أو انعدام الأمن الغذائي. يعني مؤخرا مع انتقال العمل الحربي أكثر نحو الجنوب في رفح، كان لدينا في يونيسف بيان يتحدث عن 3,000 من الأطفال على الأقل هم دخلوا في مربع الفقر الغذائي، وبالتالي حرموا من أن يعني يحظوا بفرصة إخراجهم من سوء التغذية. والمعلوم طبعا أن سوء التغذية علاجه يحتاج إلى 6 أو 8 أسابيع متواصلة. هذه نقطة غاية في الأهمية، عدا عن توفر طبعا المواد اللازمة. وفي هذا الصدد أنا أذكر قبل أسبوعين تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل، كان هناك محاولة لدينا في اليونيسف للدفع بشاحنة واحدة فقط أستاذ دهاني نحو الشمال، ونسق لها ووفق على عبورها، ثم على حاجز من الحواجز تم إيقافنا وانتظرنا 9 ساعات ولم نتمكن بعد 9 ساعات. يعني عدنا أدراجنا، أعادونا أدراجنا، مع أن المسافة التي نتحدث عنها اللي على الشاحنة أن تقطعها هي لا تتعدى 35 كيلومتر في الوقت اللي هو معروف أن اليونيسف تستطيع في الوضع الطبيعي طبعا أن تصل إلى أي نقطة في العالم خلال 72 ساعة. فإلى هذا الحد تلك المفارقة في المشهد الغزي والوضع الإنساني المعقد هناك. نعم، يعني حقيقة هي دائما الصور أليمة، وهي ربما هي تتحدث أكثر عن نفسها، ولكن الآن بالنسبة للجثث والأطفال اللي موجودين تحت الأنقاض، الذين لم تتمكن حتى أي فرق إغاثة من إخراجهم ودفنهم بصورة كريمة،
وجود هذه الجثث طوال هذه الفترة، ما هي أبرز الأمراض التي ممكن أن تنتشر نتيجة لذلك؟ طبعا عدا عن الروائح التي ربما يعني لا يمكن احتمالها من جانب سكان الشمال إذا كنا نتحدث عنهم تحديدا. يعني الأوبئة كثيرة التي ممكن أن تنتشر نتيجة لعدم دفن الجثامين، هذا معروف، وعلينا أن نذكر أن الحرارة في ارتفاع متزايد، يعني نحن على وشك البدء بشهر تموز وهو معروف بحرارته، ثم يتلوه شهر آب ونتحدث في الوقت نفسه عن ملايين من الأطنان من الردم، ولا أحد يدري حقيقة العدد الدقيق من المفقودين. هناك أيضا حتى مفقودون شيء نعلم أنه تحت الردم، قد يكون تحت الردم بعض الناس لا نعلم عنها أي شيء، كل ما نعلم أنهم مفقودون، هل هم يعني لا زالوا أحياء، هل هم قيد الاعتقال، أين هم بالضبط، لا أحد في الحقيقة يعلم. وهذا يؤدي إلى يعني حتى الجانب النفسي لدى الأطفال، مئات آلاف حالات من الصدمة النفسية تحتاج إلى علاج متطاول بعد أن تتوقف الحرب. طيب سيد كاظم، يعني أيضا هناك أطفال فقدوا ذويهم وأهاليهم، منهم الرضع، منهم اللي في عمر سنتين وثلاثة سنوات، أنتم تحاولوا أنكم تحتووهم، تجدوا لهم أسر بديلة، هناك ملجأ مثلا لتقديم الرعاية لهم، أم هم متركون أيضا مع من هم متواجد في المخيمات يعني يقوموا برعايتهم؟ يعني نحاول طبعا القيام بأي شيء من المساعدة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، طبعا مع شركائنا مع من المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني. تحدثنا مؤخرا عن رقم 17,000 من الأطفال غير المصحوبين، نحاول أن نجد مثلا بعض أفراد العائلة الممتدة حتى يعني نلم شملهم مع عائلتهم. في بعض الأحيان في الحالات الفردية نتمكن من التعرف على أب أو أم لطفلة معينة موجودة في منطقة من مناطق قطاع غزة، ثم نعمل التنسيقات اللازمة، وهي طويلة ومعقدة بالمناسبة، حتى نلم شملها هذه الطفلة وهذا الطفل مع عائلته. المشهد يعني هو الحقيقة غاية في التعقيد، ونظرة واحدة في عيون الأطفال أستاذة يعني هذه تدمر دمار، يعني تدمر الأب وتدمر الأب. الابن ينظر، الطفل ينظر في عيون والديه نظرة بدون كلام، وليته يتكلم يقول يعني من خلال عيونه يقول أنا أعلم أنكم لن تستطيعوا حمايتي، أعلم ذلك وأنا أسامحكم، وهذا يعني قاتل بالنسبة للأب وبالنسبة للأم. ولكن النظرة الأكثر صعوبة في عيون الأطفال هي النظرة التي تفيد بأنه طيب ماذا لو فقدتك أنت يا أبي أو فقدت أمي، أنا ماذا سأفعل عندها؟ طيب أنا آسفة، يعني هو صراحة مشهد مؤثر جدا، ولكن أنا أريد أن أسألك سؤال، هل ممكن أنتم كمنظمة اليونيسف تتواصلون مع الدول الأوروبية؟ أتكلم معك بصراحة، في بعض الدول تعاني من نقص في السكان وتعاني من يعني إذا أخذنا على سبيل المثال ألمانيا، وهناك بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن يأخذوا هؤلاء الأطفال يعملون على تبنيهم، إدماجهم في المجتمع الأوروبي؟ هل هذا كان مطروح أصلا كحل من الحلول في اليونيسف ولا لا؟ يعني هذا ليس جزء من ولاية اليونيسف أستاذ، ثم هناك أيضا الجهات الرسمية للدولة المضيفة، وهي هنا السلطة الوطنية الفلسطينية لديها ما تقوله في هذا الشأن، هناك وزارة التنمية الاجتماعية أيضا لها من القول ما لها في هذه المسألة، ثم هناك عامل مهم جدا وهو الخيار. لماذا نقرر نحن عن الأطفال فقط لأننا اعتقدنا أنهم ليسوا يعني بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة؟ طيب ماذا عن المساعدة الرئيسية التي يجمع عليها كل العالم؟ لماذا لا تقف الحرب حتى نقف نحن بالتالي على أعداد هؤلاء الأطفال وسبل حلهم ويعني خياراتنا وخياراتهم؟ الحقيقة هذه مسألة غاية في التعقيد، وتحتاج إلى أصحاب القرار، وليست اليونيسف واحدة من تلك المؤسسات التي يمكن أن تقرر نيابة عن الأطفال. أشكرك على كل هذه الإيضاحات، من القدس الناطق باسم اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف، شكرا جزيلا لك.